السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شيخ جزائري يتكلم عن القضية الفلسطينية، تابعوا معنا هذا الفيديو. من بلاد شو رايك الناس خزان تاعك الله يموتوا، والبلدان هذو الله يعاونوا فيهم، راهم كونطرهم راهم يديروا في حفلات ومن مع بالهم بالماكيتو كفار لوروب راهم يساندوا في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله العلي العظيم، رانا الحد الله أعلم 6 نوفمبر، صلي صلاة العصر وجاي لهنا الحومة الله قار، والله غير الشباب هنا يحتمني يطرح لي السؤال، وهذه نعمة في الشباب الجزائري الله يبارك، عنده غيرة على خوتنا في غزة، فيطرح لي هذا الشاب وكثير من الشباب راهم هنايا. قال لي خوتنا مساكننا ميموتوا في غزة. أيها الشباب، يا احنا اللي مساكن، احنا اللي مساكن، احنا راح نموت موتة البعير كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذوك ما راهمش يموتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. انت وانا اللي رانا موتا، احنا رانا موتا لي مور فيفون، ناكلون الشربو رايحين جايين، احنا اللي رانا موتا. ناس غزة ما راهمش موتا، راهم يموتوا باش تحيا أمة. الناس اللي راهي تشطح وتردح، انا اقول سياتي الدور على الجميع. شحال تعيا تشطح وتردح؟ من اصبح ولم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. ومن شروط لا اله الا محمد رسول الله محبه هذه الكلمه ومحبه اهلها، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله: من لم يسر بما يسر المسلمين او المؤمنين ولم يتالم لعلام المؤمنين فليس منهم. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. رانا نشوف في كولومبيا، في فنزويلا، في امريكا، ناس قور هم يخرجوا هم يقولوا لا للحرب في غزة. أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقول لي ما كاش قتال وما ننصروهم شو ما ندعو لهم، أنت عندك حجرة ولا قلب؟ أنت عندك قلب ولا عندك حجرة؟ سبحان الله العلي العظيم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوم.